حبيب حبيبي قلبي. قلبي. ما حبيب زلنا نتعلم قلبي. منك يا عبد الرحمن، أنت أستاذ يا حبيبي في مجالك، في المسرح وفي وفي التلفزيون، وهذه طبعا طبعا حقيقة وأنت تعرف رأيي فيك تماما يعني. من غير الحال واحد يعني، ما شاء الله عليك هم انت استاذه اخواتك فريجه كل ابونا بدينا صغار والحمد لله كبرنا مع الكبار يعني أكيد وتعلمنا منهم، وانتم احنا بعد حتى بالعكس ممكن يكون الصغير يصير نجم النجوم ولا يزال النجم العادي يكون لا يزال نجم اذا ما كان يطور نفسه، وانتم ما شاء الله عليكم. بس احنا نبي هالامور اللي وياك، احنا لا تحكي انت هدى ما بحاجيك انت بحاجيك. اي والله مستعجل لها اشبع من هالصوت اللي بكيت حبيبي. بعد والله عاد ما اي بدي ان شاء الله. صوت، الصوت رايح. لا بالعكس، وكل ما يكبر يحلى طال عمرك حبيب قلبي، حبيب قلبي. حياك الله بين اخوانك يا سحوره، بعد بين عمري اهلك، انا عندي اهلي اصلا، انا عندي اهلي، انا عندي اهلي والله. انا حبيبي ولد حكيني صدقين. اي نفس الصوت. لا اله الا الله، لا يغير حبيب قلبي عليكم ان شاء الله. الله يخليك يا بعد عمري. ما شاء الله، ان شاء الله الايام تكون بين اخوانك بين اهلك، سواء كنت في قطر ولا كنت في الكويت. قطر قطر والكويت نفس الشيء حبيب قلبي. ما في شك. استاذ عبد الرحمن، استاذ عبد الرحمن العقل، خلينا نسال اذا كان مشتاق يعني بالفعل ان خشبه المسرح تجمعكم هالثلاث نجوم يعني على خشبه المسرح، مو مفكرين؟ وفرصه انه يكون انطلاقه الفكره من تريو. والله شوف بالعكس، انا مو يسعدني يشرفني بعد واكثر يعني. انا مع الامورتين حلوين، وانا من ايدهم هذه وايدهم هذه، وهم انا واثق انهم ما راح يقصرون معي لو انا طلبت منهم، لكن اذا كان في نصيب انا ما عندي مانع، هم يخيطون واحنا نلبس على قولتهم. الله لا يخلينا، الله لا يخلينا منك يا ابو خالد يا حبيبي. الشرف الشرف لي انا. الله يسلمك يا حبيبي. عزيزين. بالعكس يعني الحمد لله لحد الان من 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 من, من زماني لوقتنا الحاضر، مع احترامي لكل الحلوين الشباب اللي قاعد يقدمون مسرح طفل ويقدمون للطفل ويسعدون الطفل، الا لم يكن هناك في بصمه جميله لا الكبار ينسونها ولا الان الصغار ينسونها، اللي هم سحر او هدى او عبد الرحمن او غيره من الفنانين الحلوين اللي ما ينسون. اكيد. فانا كنت اتمنى اني اسمع صوت بدر المصباح، بدر المصباح. الله. اي والله كنت اتمنى اني اسمع صوت حبيبنا واخونا الامور بدر المصباح، وعسى الله يطول بامنا واختنا وعلي. اذا رضى ان نطلع يطلع على الهواء الرقم موجود عندي، بحاول اتصل عليه. ابو خالد رجعتنا ورا. يا ابو خالد رجعتنا، رجعتنا كم سنه. يا ابونا وامنا يا سند بيت الهنا، احنا ما ننسى فضلكم حتى يا حبيبي. كان ابو خالد ويانا، كان الحين شمس والقمر والنجوم، هو الكوكب الكبير. حبيب قلبي، حبيب قلبي. والتاريخ للحين موجود ومستمر اكيد ابو خالد، وان شاء الله تكون معنا الاسبوع الجاي. بحسهم ان شاء الله، بحسهم ان شاء الله. ان شاء الله مثل ما وعدتنا. مشكور ابو خالد على مداخلتك الجميله، ويعطيك الف الف عافيه.